يمكن تقول تكلمنا شويه على المكونات المعروفين، ولكن كاين مكونات سياسيه اخرى ونقابيه وحقوقيه، لماذا يعني بالضبط هذه المكونات اللي هذه الصوره هذه المكونات الجبهه هي جبهه ديمقراطيه وتقدميه كتضم التنظيمات السياسيه فيدرالية، التنظيمات الفيدرالية اليسار والنهج الديمقراطي على المستوى السياسي، وكتضم ايضا الفيدرالية الديمقراطية للشغل والتفيرو على المستوى النقابي، وكتضم الجمعية المغربية للإنسان والمتنقبية والإنصاف على المستوى الحقوقي، وكتضم جمعيات نسائية وجمعيات مدنية وتربوية فيها رماج وهذا. وبالتالي هذه الجبهة اللي هي هذا هو الحاصل المشترك ديالها، انها قوى ديمقراطيه وتقدميه التئمت باش تطرح الملف الاجتماعي وتكتف الجهود ديالها من اجل على النضال من اجله، لانه الوضعيه الاجتماعيه اليوم واصله مستوى من التردي اللي بات انه ضروري اعطائها الاولويه والاهميه اللازمه، نظرا لانه الوضعيه الاجتماعيه قابله للانفجار في اي لحظه. وعلى كل هي هذه انفجرت في العديد من المناطق من خلال حركات اجتماعيه قويه ذات بعد هوياتي وسياسي ايضا، لانه الديمقراطيه هو ديما حاضر وتصدق. نعم، واش يمكن توسع يعني الحركه، واش يمكن توسع الى مكونات اخرى سياسيه ونقابيه اخرى؟ الحركه هي مفتوحه في كل قوى الديمقراطيه والتقدميه اللي راغبة اللي تبقى على البرنامج ديالها واللي راغبة في الالتحاق والاشتغال بها.